السلطة تؤدي إلى الفساد، والفساد يؤدي إلى السلطة. شفنا مع بعض إزاي توصل للسلطة، هتجيب فلوس منين، هتصرفها إزاي، وهترقص على الحبل ما بين الشعب والمحاسيب إزاي، وشفنا إزاي في حالات نادرة لحكام مستبدين بس قرروا إن هم يخدموا شعبهم. طب ليه مش كل المستبدين كده؟ هو في حد ما يحبش إن الشعب يحبه يعني؟ ده الناس بيعملوا قرود على الفيسبوك عشان لايك، ليه الحكام كلهم ما بيعملوش كده؟ هم أكيد زي كل الناس يعني يحبوا إن هم يكونوا محبوبين من الناس يعني، ده حقيقي. المشكلة بس إن هم لما بيوصلوا للسلطة بيفهموا قد إيه لو اشتغلوا لمصلحة الناس على حساب مصلحة المحاسيب هيتبقلشوا بدري بدري، وبيكتشفوا ان الحفاظ على مصلحتهم واكل عيشهم وبقلاوتهم واحيانا حياتهم اهم بكتير من حب الناس، وان حب ولاء المحاسيب اهم بكتير من حب الناس. عشان كده لازم الاولويه تكون لتظبيط المحاسيب. طب ازاي تظبط المحاسيب؟ تفتح لهم ابواب الفساد على مصراعيها بحيث ان هم يكسبوا منها زي ما هم عاوزين، وساعتها هم هيظبطوك زي ما انت ظبطتهم، وساعتها تتقفل الدايره، السلطه تؤدي الى الفساد والفساد يؤدي الى السلطه. السياسيين الفاسدين دايما ما بيكونوا مغريين جدا لاي حد في السلطه او اي حد عينه على السلطه، لان هم اسهل ناس تقدر تكسبهم في صفك لو ابكتهم. والمشكله انك لو طيب وابن حلال ومش هتشغل معاك غير الناس الطيبين ولاد الحلال بس، في ناس كتير مش ولاد حلال وعينهم على السلطه هيأبجوا الفاسدين دول ويعملوا تحالف قوي ويبقلشوك، فأبجهم انت احسن ما حد تاني غيرك يأبجهم. اي حد بيوصل للسلطه في نظام ديكتاتوري بيكتشف للاسف ان مفيش قدامه طريق تاني غير تظبيط الناس دول، وما يقدرش يتجنب سكه القمع والعنف والقتل احيانا لاي حد يعترض طريقه. اي حد ابن ناس ومش هيرضى يوسخ ايديه بدم حد ما بيطولش كتير في الانظمه دي، فاحسن له يبعد عن سكه السياسه في الانظمه دي خالص، لانه يا قاتل يا مقتول. جوزيف ستالين فهم الليله، عشان كده كان شايف ان مفيش مشكله انك تقتل ناس كتير في مقابل انك تضمن انك اتخلصت من بعض اعداء الشعب. الخلاص منهم يستاهل التمن ده، ان شاء الله تخلص الشعب كله، ما دام كده هتخلص من اعداء الشعب واهل الشر. وتعالوا نتكلم عن الفساد وتظبيط المحاسيب. في الانظمه الديكتاتوريه اللي السلطه فيها بتكون متركزه في ايدين عدد قليل من الافراد، جزء كبير من انفاق الحكومه بيروح على تظبيط المحاسيب. عشان كده دايما بنلاقي نسب الفساد اعلى في الانظمه الديكتاتوريه عن الديمقراطيات. كلمه السر هي ان اللي السلطه في ايديهم عددهم قليل فبسهوله تشتريهم، لكن في الديمقراطيات السلطه متوزعه على عدد كبير من الافراد ما تقدرش تشتريهم كلهم، وده هنلاقيه واضح جدا في تقارير منظمة الشفافية الدولية اللي بتقيم فساد الحكومات كل سنة. حسب تقارير المنظمة أكثر 25 نظام فاسدين كلهم ديكتاتوريين. وتعالوا ناخد أمثلة واقعية. إيران وتركيا، دولتين مسلمتين، واحدة شيعية والتانية سنية، الاتنين في الشرق الأوسط. إيران عندها بترول، واللي المفروض إنه الدخل اللي جاي منه يخلي الدولة تقلل الضرائب المفروضة على الشعب. تركيا ما عندهاش بترول أو موارد طبيعية ذات قيمة يعني، عشان كده محتاجة تفرض ضرائب على الشعب عشان تقدر تصرف على إدارة الدولة. عدد سكان إيران حوالي 80 مليون، وتركيا برضه حوالي 80 مليون بس أقل بحاجة بسيطة. الدولتين تقريباً بنفس الحجم، مع الفارق إن إيران ديكتاتورية وتركيا ديمقراطية. تعال نشوفهم في مؤشر الشفافية العالمي بقى. هنلاقي ترتيب إيران 131 من 176 دولة، يعني من أكثر الأنظمة فسادا في العالم، وهنلاقي تركيا ترتيبها 75، يعني تقريبا ضمن تلت العالم الأقل فسادا. متوسط الدخل السنوي للفرد في تركيا حوالي 11500 دولار، في إيران حوالي 5900 دولار، يعني تقريبا نص متوسط دخل المواطن التركي بالرغم من دخل البترول الإيراني. كمان الضرائب في إيران أعلى من تركيا برضه بالرغم من دخل البترول الإيراني. الدولتين عندهم نظام ضرائب تصاعدية، بس إيران فيها شريحة معفية من الضرائب اسمهم البنيات. مش بس دول، كمان عندهم حصانة من المساءلة القانونية كمان. البنيات دي المفروض إنها مؤسسات خيرية بتدير أموال مجموعة من كبار رجال الدين وبعض القيادات العسكرية. مجموعات البنيات بيتحكموا فيما بين 20 ل 25% من الدخل السنوي للدولة، لعب على كبير يعني. وعشان الصورة تتضح أكتر، تعالوا نقارن المواطن بيدفع ضرائب قد إيه في البلدين على نفس المبلغ. لو حسبناها على متوسط دخل المواطن الإيراني هنلاقي إن في إيران المواطن اللي دخله السنوي 5900 دولار بيدفع 992 دولار ضرائب، في حين ان المواطن التركي بيدفع 885 دولار بس على نفس المبلغ. ولو حسبناها على متوسط دخل المواطن التركي 11500 دولار هنلاقي ان المواطن التركي بيدفع 2052 دولار، في حين ان المواطن الايراني بيدفع 2352 دولار على نفس المبلغ. ايران عندها بترول وضرائب اعلى، المفروض دخلها السنوي يكون اعلى من تركيا مش كده؟ الغريب انه لا، سنه 2009 مثلا كان الدخل السنوي لتركيا حوالي 139
مليار دولار، في حين ان ايران كان دخلها السنوي حوالي 106 مليار دولار بس. فرق الفلوس ده بيروح فين؟ على التظبيط من خلال مجموعات البنيات. ده وضع طبيعي في الأنظمة الدكتاتورية اللي السلطة فيها متركزة في ايدين عدد محدود من الافراد يسهل شرائهم وتظبيطهم. تعالوا نشوف لو حبينا نطبق نفس الحاجة في دولة ديمقراطية زي تركيا هيكون الوضع ايه. في تركيا عشان تفوز في انتخابات او استفتاء محتاج على الاقل 25 مليون صوت تقريبا. ده الرقم اللي خلى نعم فازت في الاستفتاء الاخير. في حين ان في ايران عدد افراد تحالف السلطة اللي محتاج يتظبط ممكن تقديره بالكتير ب 100,000 نفر، ما بين قيادات دينية ونخبة سياسية وقضاة وعسكريين والحرس الثوري الايراني او البسيج اللي بيقوموا بدور الداخلية تقريبا وبيمنعوا المظاهرات وكده. لو ايران صرفت 5 مليار دولار لتظبيط ال 100,000 دول، كل واحد تقريبا هيطلع له 50,000 دولار مشفيين، يعني اكتر من 10 اضعاف متوسط دخل الفرد في ايران. لقمة طرية يعني وحاجة زي الفل. طب لو تركيا حبت تعمل ده هيكون ايه الحل؟ قلنا انت في تركيا كدولة ديمقراطية محتاج تكسب في صفك على الاقل 25 مليون صوت. اقسم 5 مليار على 25 مليون نفر يطلع لكل واحد في النهاية 200 دولار، يعني اقل من 2% من الدخل السنوي للمواطن التركي. طبعا التقسيمة ما بتبقاش كده، يعني الناس طبعا ما بياخدوش قد بعض، في ناس بتاخد اكتر وناس بتاخد اقل، بس حتى لو افترضنا ان المبلغ بتقسم على الكل بالتساوي تطلع الحسبة خسرانة في نظام ديمقراطي زي تركيا. تفتكروا في كم مواطن في تركيا عنده استعداد يقمع ويبلطج ويضرب او يقتل مواطنين تانيين عشان 200 دولار عمري؟ لكن في ايران مقابل 50,000 دولار سهل جدا النظام يجند ناس يقمعوا له الشعب ويرهبوه ويطوعوا لي. تعالوا نشوف مثال تاني على الفساد اللي الدولة فيه ما بتدفعش حاجة عشان تظبط رجالتها، بس بتسيبهم هم يلقطوا رزقهم بمعرفتهم من غير حساب. روسيا ترتيبها العالمي من حيث الفساد 45 من 176 دولة، يعني من بين التلت الأكثر فسادا في العالم. انخفاض رواتب الشرطة عموما من سمات الدول الدكتاتورية، وروسيا مش استثناء. يعني معلومة ممكن تفاجئ ناس كتير، لأن الشرطة مهمة جدا للحفاظ على بقاء أي نظام، بما إن هم المسؤولين عن الحفاظ على النظام في الشارع، فهم اللي في النهاية بيمنعوا المظاهرات وبيقبضوا على النشطاء السياسيين وغيره وغيره. وعشان يستمروا في اداء دورهم ده، فيا اما يكونوا بياخدوا مقابل محترم لده وبيتظبطوا من الدوله، يا اما يكونوا بيعشقوا النظام وبيعبدوه عباده ومخلصين له قوي يعني كده، وعندهم استعداد يشتغلوا لصالحه ولو ببلاش. تفتكروا ايه السبب؟ وهنا بقى نبدا نشوف المعادلات المعقده والملعبكه لحسابات الفساد. الشرطه بتتظبط طبعا، يعني ما بيقمعوش الشعب لصالح النظام محبه واخلاص، بس ما بيتظبطوش بشكل مباشر بان الدوله تدفع لهم مباشره. في الانظمه الدكتاتوريه الشرطه بتتظبط بان الدوله بتديهم كارت بلانش بممارسة الفساد بلا حساب. يا ولدي ولدي بالله عليك الاربعين، بالله والله ما عندي الاربعين ومخلصة لي 250، مخلصة 250. ايه عايزين كمان كملنا نشوف موضوع الارض دي بقى، بكره بقى نخلص موضوع الارض. ماشي يا باشا، تحت امرك. واشتكيت لجميع المسؤولين اسك قد تروح ابو تيش كانت تحفظ سيادتك، فصباح الخير. عايز اعرف بس الليله توصل ازاي؟ ايه دي مش حب كوبايه الشاي؟ طب ماشي، عايز معاك بس صباح الفل. عايز بزعلش مني، عايز اقترب بس الليله فاصل. ايه حطيني السلام على هذا، حطيني السلام يلا، حطيني السلام. لا لا اقدر اقدم على 20 في هذا الموضوع. خلاص ما في ايوه، فين التعقيد في ده؟ اصبر على رزقك. بيدفعوا لهم رواتب قليله بحيث ان هم يلاقوا ان مفيش قدامهم طريق غير ان هم يكونوا فاسدين عشان يعرفوا يعيشوا كويس، فبيفسدوا. جميل جميل، خلص الموضوع على كده؟ ابدا. الدوله صحيح مديهم كارت بلانش الفساد، بس مراقباهم، ووقت ما حد فيهم يلعب بديله ولا ضميره يصحى حتى يطلعوا له ملفات الفساد القديمه بتاعته ويحاسبوه. لعب على تقيل. النظام يكسب ولاء الشرطه لان رجال الشرطه عارفين ان الدوله سايباهم يظبطوا نفسهم، وكمان عارفين ان هم لو موالوش النظام ما عادش هيكون في تظبيط، وكمان هتتفتح لهم ملفات فسادهم ويتحاسبوا على اللي فات. فاكرين خودوركوفسكي كان اغنى واحد في روسيا؟ ما نقدرش نكون واثقين تماما ان هو يعني كان فاسد ولا لا، بس اللي احنا متاكدين منه انه اول ما عرض بوتين ملفات فساده اتفتحت فجاه وبقى على الحديده. الشرطه بتتعامل نفس المعامله، وده بالظبط اللي حصل مع رائد الشرطه السابق أليكسي دايموفسكي. مين دايموفسكي ده؟ دايموفسكي باعترافه كان راجل شرطه
فاسد. لاحظ ان مرتب التعيين الجديد لرجل الشرطه ال $413 ما يكفيش لحياه طبيعيه كريمه، وان رجل الشرطه ما فيش قدامه طريق غير انه يكون فاسد. دايموفسكي قال انه كان بيحاول يتجنب الفساد على قد ما يقدر، وكان بياخد رشاوي بسيطه، ما كانش بيبالغ في الموضوع. هل ده صحيح ولا لا؟ الله اعلم يعني. اللي نقدر بس نكون متاكدين منه هو اللي حصل بعد كده. دايموفسكي سجل رساله بالفيديو وبعتها لفلاديمير بوتين قبل ما تنتشر على يوتيوب. حكى في الفيديو عن فساد رئيسه في العمل وازاي ان زمايله في نهايه الورديه لازم يدوا نسبه من اللي لموه للرئيس. كان كل واحد بيدفع له يوميا ما بين 25 ل $100، واللي ما كانش بيدفع كان بيتكدر. دايموفسكي زهق من الوضع ده وسجل الرساله دي عشان يسال الرئيس بوتين ازاي راجل شرطه يقبل رشوه، وانه هل هو فاهم الموضوع ده هياخد المجتمع على فين ولا لا. Police officer in southern Russia has been fired after publicly accusing his bosses of corruption. The online broadcast by Major Alexei Dimovsky has turned the spotlight rather on the problem in the country. Dimovsky calls on Prime Minister Vladimir Putin to take steps to fight corruption in the police force. He says officers are forced to make up criminal charges against innocent people in order to cover up the police's inability to track down real criminals. Vladimir Vladimirovich, I want you to know what's happening in our police department. My chief promoted me for promising to frame an innocent person. I'm not afraid to say that. بعد الفيديو ده دايموفسكي اتحول لبطل قومي في روسيا بين الشعب، بس بالنسبه للنظام رد الفعل كان مختلف طبعا. اضطهدوه وفصلوه وحكموه وسجنوه، وعملوا قانون مخصوص عشانه بعقوبات صارمه لاي شرطي ينتقد رؤسائه. القانون ده اتعرف بين الناس بعد كده بقانون دايموفسكي. طب جبنا فلوس وزبطنا الزبابيط، نعمل ايه بقى في الفلوس اللي فضلت معانا بعد التظبيط؟ عادة في اجابتين للسؤال ده، نحطها في حساب خاص بره البلد اهو ينفعوا وقت زنقة، او نصرفهم على الشعب. عادة اللي بيختاروا الاجابة الاولانية ويهبسوا الفلوس بيكونوا اكتر بكتير من اللي بيختاروا ان هم يصرفوا الفلوس على الشعب. واللي بيختاروا يصرفوا الفلوس على الشعب عادة اغلبهم بيصرفها غلط وبيجيب نتائج عكسية. ما هو مش شرط الحاكم لو محترم وبيحب الشعب يكون بيفهم يعني. هانك جونزاليس سياسي مكسيكي له مقولة لطيفة قوي يعني، بيقول لك السياسي اللي يفضل فقير ما بيفهمش حاجه في السياسه. هل الكلام ده صحيح؟ بالمنطق ده موبوتو سيسيكو حاكم زائير يعتبر عبقريه سياسيه. الراجل كمر مليارات من فلوس البلد، محدش كان في دهائه في فن الحفاظ على الكرسي. مفيش في التاريخ حد مسك دوله عندها امكانيات وموارد زي زائير وشبه ما حققش اي حاجه للبلد بالموارد دي طول فتره حكمه. نظام موبوتو ما كانش ديمقراطي طبعا، ووصف ديكتاتوري ده قليل عليه. ده له مصطلح تاني اكبر من كده اسمه النظام الكليبتوقراطي. كليبتو يعني سرقه، والكليبتوقراطيه هي الحكم عن طريق النهب. نظام موبوتو كان يعني من اشهر امثله الكليبتوقراطيه، بس مش هو اللي اخترعه يعني. طبعا ما ننساش برضو سياده الشهيد الركن صدام حسين اللي بنى لنفسه قصور بمليارات بينما الاطفال كانوا بيموتوا بسبب امراض سهل علاجها. اما عن الحكام اللي بيختاروا الخيار الثاني وهو انهم يصرفوا الفلوس اللي فضلت بعد التظبيط على الشعب مش على نفسهم، فهي نماذج نادره. وفوق انها نادره في مشكله ثانيه، مشكله الدكتاتور الطيب، انه دكتاتور ومش معنى انه طيب انه بيفهم. هي دي الخلطه المرعبه، طيبه مع غشوميه مع دكتاتور. مفيش حد يحكمها او يقيدها او يراجعها في قراراتها. مش ممكن الحاكم يقدر يعرف ايه رغبات واحتياجات الشعب الا لو كان وصل للحكم عن طريق صندوق الانتخابات، والشعب عنده اعلام حر وحريه راي. من غير الحريات دي الدكتاتور الطيب مش هيعمل غير اللي هو شايفه صح بس، او اللي محاسيبه بيشوروا عليه بيه، واللي مش شرط ابدا يكون بيصب في مصلحه الشعب او بيخدم احتياجاته. ما هيعرفها منين؟ مفيش قنوات اتصال بين الشعب وبين نيكيتا خروشوف رئيس الاتحاد السوفيتي السابق من ابرز الامثله على ده. خروشوف زار امريكا سنة 1959 واعلن عن سياسة زراعية جديدة عن طريقها الاتحاد السوفيتي هتفوق على امريكا في انتاج اللحوم ومنتجات الالبان. وطبعا خروشوف لا كان بيفهم في الزراعة ولا في تواصل بينه وبين المزارعين اللي هيطلع ترابنتين هو عشان يطبقوا السياسات دي. الراجل كان عاوز فعلا يفيد الشعب، بس المشكلة انه في نظام ديكتاتوري ازاي الحاكم هيعرف الشعب محتاج ايه اصلا؟ والنتيجة طبعا كانت كارثية. المسؤولين المحليين عشان يرضوا سيادة الرئيس وخوفا من الفشل في تحقيق سياساته التزموا بتحقيق مطالبه زيادة الانتاج، لكن المشكلة ان الزيادة المطلوبة لا يمكن تحقيقها بالتكنولوجيا البدائية اللي كانت عند المزارعين في الاتحاد السوفيتي. الامر اللي اضطر الفلاحين في النهاية ان هم يذبحوا كل المواشي اللي عندهم حتى اللي كانوا بيربوها عشان تولد عشان يقدروا يوفوا بالكوتا المطلوبة منهم. مش بس كده، ده بعضهم كان بيضطر يشتري اللحمة من محلات الحكومة عشان يقفل الكوتا ويقدمها على انها انتاج مزرعته. طبعا النتيجة كانت اعطاء مظهر كاذب ان الانتاج بيزيد، لكن ذبح المواشي اللي كانت بتتربى للتوالد ادى في النهاية الى نقص شديد في الانتاج
وزيادة شديدة في الأسعار، أسعار الأكل زادت أضعاف مضاعفة، والنتيجة احتجاجات ضخمة ضد الحكومة وقتلى وجرحى ومعتقلين وإعدامات. بعدها بسنتين اقتصاد الاتحاد السوفيتي كان في حالة من الفوضى، أسعار مولعة، نقص في السلع الغذائية، وتم بقلاشة عمنا خروشوف بانقلاب ناعم. بعدها بحوالي 20 سنة ميخائيل جورباتشوف حاول يعمل زي خروشوف وقدم إصلاحات اقتصادية يحرك بها الاقتصاد شوية وبرضه فشل، بس المرة دي ما كانتش النتيجة بس إنه اتبقلش، لا ده الاتحاد السوفيتي كله اتحل. في الصين ماو تسي تونج ودينج شاوبينج حاولوا يعملوا نفس الحكاية مع فارق أساسي، كل الحكام دول يبدو إن دوافعهم الأساسية في البداية كانت تحسين اقتصاد البلد، وكلهم أخدوا بالهم إن هم لو فشلوا فده هيمثل تهديد لسلطتهم. بس على عكس ماو وجورباتشوف وخروشوف، دينج شاوبينج يبدو إنه نجح في تحقيق هدفه بالرغم من إنه كان ديكتاتور ومفيش قنوات تواصل بينه وبين الشعب عشان يفهم احتياجاتهم، جت مع العمي طبات والراجل طلع بيفهم بالرغم من مذبحة ميدان تيانمن اللي عملها. دينج شاوبينج في الصين ولي كوان يو في سنغافورة يعتبروا أحد أبرز الاستبداديين الناجحين، مش هنقول العادلين ولا الطيبين لأن دينج شاوبينج كانت إيده هرشة يعني وناس كتير اتقتلت في عهده، إنما الاتنين مفيش معلومات عنهم تفيد إن هم كمروا أي ثروات من في حسابات سرية يعني، ولا كانوا عايشين حياة البذخ والطرف زي موبوتو سيسيكو وصدام حسين، لكن الاتنين زي ما قمعوا الناس برضو استخدموا سلطتهم في إدارة موارد البلد لبناء اقتصاد ناجح، والنتيجة إن سنغافورة النهاردة من أغنى دول العالم، والصين معدل الفقر فيها قل كتير جدا عن الأول. يا ترى هل في طريقة فعالة لمحاربة الفساد؟ طبعا بالقانون، نحط قوانين صارمة ولمعاقبة الفاسدين وكده كده يعني. فعلا تفتكر ده يحل المشكلة؟ يؤسفني أقولك إن القوانين الصارمة بتزود الفساد مش بتحارب. ازاي؟ لما بتبقى المنظومة كلها فاسدة وعايشة على الفساد، الكل بيبقى ملطوط سعادتك، يعني من رأس النظام لأصغر واحد من المحاسيب، بل حتى الشعب مضطر ان هو يفسد غصب عنه عشان يقدر يعيش في الغابة دي. هتطبق القوانين الصارمة دي على مين يا طرف كل دول؟ اللي بيحصل ببساطة ان القوانين الصارمة بيستخدمها الحاكم كسيف مسلط على رقاب رجالته عشان يضمن ولائهم. الكل بيخاف انه لو لعب ديله ولا قصر ملفات فساده هتتفتح، وساعتها بس هتطبق عليه القوانين الصارمة دي، واي حد تاني غير الحاكم يحاول يستغل القوانين دي ويفضح الفساد لان ضميره نقح عليه هو اللي بيلبسه وبتطبق عليه قوانين تانية تخرسه. رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة في المصيدة يحقق معه الان، وهذا التحقيق بناء على الكلام الفارغ اللي كان قاله هشام جنينة قبل عدة شهور، واتهم الدولة واتهم مؤسسات الدولة واتهم البلد انه فيها فساد بقيمة 600 مليار جنيه، واتضح انه اكاذيب اكاذيب اكاذيب. من الامثلة اللي عندنا على ده ياسر عرفات. عرفات كان بيحتفظ بسجل لأنشطة الفساد لكل وزراء حكومة السلطة الفلسطينية. زيادة العقوبات الصارمة على الفساد بيدي ناس زي عرفات سلطة أكبر للتحكم في محاسيبه وكسب ولائهم. وفي نفس الوقت اللي كان عرفات بيعمل فيه ده وبينما كان بيقول إن الحكومة مفلسة، قدر عرفات يكمر لنفسه ثروة ضخمة ما بين 4 ل 6 مليار دولار في حساباته الخارجية. عمر القانون ما يقدر يقضي على الفساد، بل بالعكس دايما بيستغل لإدارة الفساد والتحكم فيه مصالح خاصة. طب ايه الحل؟ ازاي ممكن نحارب الفساد؟ فاكرين لما اتكلمنا عن تركيا من شوية؟ الفساد يتحارب بان عدد اللي في ايديهم السلطة يزيد بحيث يصعب شراءهم كلهم. الفساد بيتحارب بالديمقراطية. يا بالديمقراطية، كل شوية ديمقراطية ديمقراطية. ولا تزعل نفسك يا سيدي، الديمقراطية زي ما بتحل مشاكل كتير بتعمل مصايب، والحاكم الديمقراطي على قد ما بيبقى ملاك جوا بلده على قد ما بيبقى شيطان بقرون بره بلده. ولكن هذا امر شرحه يطول، وانا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير في الحلقة الجاية ان شاء الله.